رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض نوع من انواع السمك السنجاري ولكن بالكاري، طعمه حلو قوي، تجربه جديده حاولوا تعملوها. وعملنا شويه رز كده فيها نكهات متعدده، برضو حاجات جميله روعه ان شاء الله تعجبكم. هنعمل دلوقتي نوع من انواع السمك بلطي مقلي، سمك بلطي مقلي بس كده يا شيف فوسي. لا احنا هنعمل معاه صوص حلو قوي طعمه جميل، طبعا هيخلي السمك البلطي المقلي مختلف. احنا متعودين ان احنا بنحط جوه السمك شويه من الثوم والكمون فقط، لكن احنا المره دي هنحط جوه السمك خليط حلو قوي هنقول عليه، وبعد كده هنحطه في دقيق مبهر وهقول لكم كل التفاصيل. عندي اربع سمكات من السمك البلطي، اربع سمكات من السمك البلطي، عندي كمان خمس فصوص ثوم ومعلقه كمون وقرن فلفل حامي مفروم، وكمان عندنا معلقه من عصير الليمون ومعلقتين من الكزبره الخضراء المفرومه ومعلقه كزبره ناشفه وكوبايتين من الدقيق المبهر وزيت للقليه. تمام كده؟ هنقول الدقيق المبهر بس بعد ما نقول الصوص اللي هنحطه عليه. بنحط عليه صوص عباره عن 2 معلقة زيت واتنين بصل اخضر واتنين برضو من الفلفل الحار، وعندي معلقتين من الكزبره الخضراء ومعلقتين صلصه طماطم، معلقتين عصير ليمون، وكمان نص كوبايه ميه وملح وفلفل. وتعالوا معانا، ده الصلصه لوحدها وده السمك لوحده. زي ما قلت كل يوم بقول لكم الدقيق المبهر عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق بحط عليه شويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا وشويه كمان من الكركم وكمان شويه من التوم الباودر والبصل الباودر، وبقلب كل ده مع بعضه. ولو حبيت احط نكهه سمك، بهارات سمك اللي انتوا عايزينه، بحيث ان يبقى الغلافه اللي بره دي اما نيجي ناكلها نحس بطعم مختلف. يلا بينا علشان نعمل مع بعض الخلطه بتاعتنا بتاعه الحشو. الاول هنيجي هنا ونجيب الكزبره وكمان الكزبره الناشفه والكمون، وهنا الفلفل الحامي وعصير الليمون، لازم يبقى فيه ماده سائله عشان تدوب كل ده مع بعضه، وشويه والثوم اهو، كل الحاجات مع بعضها، وبعدين هنطحنها كلها. تمام اهو هنجيبها هنا. تمام كده نشغلها، نطحن كله مع بعضه كده الطحنه واحده. شايفين بقى الخليط بقى عامل ازاي؟ ناعم بقى كتله واحده اهو. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، بقى مطحون كله مع بعضه كانه خليط واحد، مطحون يعني طحنه واحده. خلاص انا مش محتاج اكتر من كده، هرفع دي ونرفع السكينه ونجيب السمك بتاعنا. طبعا هنحط عليه ملح وفلفل، هنحط عليه شويه من الملح والفلفل، نقربهم كده، ناخد السمك نرش رشه كده ونفتح من جوه. عايزين بقى تخلوه سليم ماشي، عايزين تعملوا فيه فتحات دي حاجه ترجع لكم. عشان كده انا هعمل ايه بقى اهو، هناخد ده بعد ما حطينا الملح والفلفل اهو، هنقرب كل الحاجات دي كده هنا. وشايفين بقى هنا ممكن اجيب سكينه واعمل فيها فتحات كده او اخليها سليمه، يا اما اخليها سليمه عايزين تحمروه سليم زي ما انتوا عايزين، او تعملوا فيه فتحات زي ما احنا هنعمل كده. ليه بقى انا اعمل فيه فتحات؟ عشان عايز اشربه شويه من الخليط بتاعنا ده. نعمل فيه فتحه او اتنين اهو من كل حته فيه. مين معانا يا استاذه اسماء؟ الو شيف يسري، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازيك يا شيف يسري، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير. الله يخليك. بقول لحضرتك انا عايزه بس اعرف طريقه عمل الكبسه. الكبسه حاضر من عينيا. بقول لحضرتك ايه رايك في السمك اللي احنا بنعمله ده؟ لا جميل، تسلم ايدك. جربيه بقى، يعني لو ما عرفتيش جربيه يعني النهارده او بكره، حاولي تجربيه بعد العيد، يعني طريقه حلوه قوي. بشكرك يا استاذه اسماء، هقول لك على الكبسه، خليكم بس اكتبوا لنا الطلبات دي علشان خاطر ما ننساش حاجه. بنعمل فتحه اهو، بعد ما نعمل الفتحه دي هنيجي نقرب دي كده شويه
ونحاول نخلط الخليط ده اهو مع بعضه، ونيجي من جوه كده نحط شويه. شايفين الفتحه دي كده؟ بعمل ايه بقى؟ باخد كده بمشي ايدي عشان تاخد من الخليط ده هنا، شايفينها اهي؟ تمام تمام. وبعدين بعد ما حطينا الخليط هنا نحط شويه هنا وهنا، بسيط مش كتير قوي، تتشرب معايا بالطعم ده. وبعدين نجيب التانيه. عشان كده انا النهارده عملت السمك السنجاري، كان سهل قوي، عشان كده ناخد وقتنا في السمك بتاعنا، السمك البلطي. تمام التمام تمام التمام اهو اهو. تحب السمك يا استاذ ياسر ولا لا؟ بالهنا والشفا. لا قصدي في رمضان يعني. طيب ندعك كده يا استاذه شاهندة. اهلا بيكي. الو الو. يا شاهندة اتفضلي. طاجن باللحمة. ايوه طاجن لحمة، حاضر من عينيا، حاضر. بشكرك يا شاهندة على اتصالك. اهو بندعك بس كده، وبرضو اهو بعد ما خدنا الخليط تمام التمام لغاية كده احنا فلة. وهنيجي بقى نقرب الدقيق هنا، وناخد معانا السمك هنا، وبعدين واحدة واحدة كده نعمل ايه؟ ناخد واحدة ننفضها علشان ما يبقاش فيها حاجات تبوظ الزيت عندي اهي، ونشربها من الدقيق كويس قوي. تمام، وننفض وننزل في الزيت. والتانية برضو عايز اقول لكم حاجة، السمك ما بياخدش وقت خالص في التسوية، اي نوع سمك ما بياخدش وقت خالص في التسوية. عشان كده اهو نحط التانية والتالتة. سمك بلطي عادي موجود في كل مكان في مصر، يعني انا اتعمدت ان احنا نجيب السمك البلطي ده. هو الوصفة دي اساسها تبقى بسمك مش بلطي بصراحة، لكن انا تعمدت ان احنا نجيب سمك بلطي موجود زي ما قلنا في كل قطعة في مصر، وسعره مش غالي يعني في متناول الجميع. هتبل دي كمان بالدقيق علشان احطها بعد كده في الزيت جنبنا، بس بعد ما نخلص ونوسع لها مكان. تمام كده نفض خالص من الدقيق عشان ما يبقاش فيه زيادات. وبعدين نعمل ايه بقى؟ نحاول نوسع لهم مكان، ولا خلينا التلاتة دول وبعد كده نحط الرابعة بعد شوية. هشيل طبعا ده، ومع بعض واحدة واحدة برضو نشيل دي، ونيجي هنا نحاول ننظف حوالينا، ونسيب السمك ياخد وقته. السمك نسيبه ياخد وقته في التسوية. ليه بقى؟ علشان خاطر يجي بعد كده لما نيجي ناكله. في ناس بتحب السمك يبقى مقرمش، ده طبعا حلو قوي، وفي ناس بتحبه يبقى طري، فده حاجة ترجع لكم. يعني ايه مقرمش ويعني ايه طري؟ يعني انا دلوقتي لو قلبته تقليبة وطلعته فهيبقى طري شوية، وكمان لو ركنته فترة برة هيطرى معانا شوية. لكن في سمك بيبقى مقرمش، وكمان بتوع شرق اسيا بيحبوه يعني ناشف خالص. فعشان كده احنا بنقول كل الحاجات وبنقول لكم كل المعلومات. نقلب كده الناحية دي. اللون شايفين اللون بقى اهو، ده اللي انا بتكلم عليه اهو يا ياسر، شايفه حاجه كده روعه الروعه، والطعم هيعجبكم جدا. واحنا بنعمل كده تعالوا نعمل مع بعض الصوص، بس بعد ما اقلب السمك تقليبه. يا استاذ محمود اهلا بك. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. تأمرني يا استاذ محمود. طيب الامر لله يا باشا. اتفضل. عايز اعرف كبسه اللحمه. الكبسه؟ فتت اللحمه، حاضر من عينيا. من عينيا حاضر. بشكرك يا استاذ محمود، هقول لك على فتت اللحمه كده. عايزين نجهز الاسئله عشان نجاوب عليها دلوقتي عشان ما ننساش حاجه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الخلطه بتاعتنا اللي هي الصوص اللي هيبقى مع السمك، يعني بعد ما نفرد السمك كده ونقدمه نحط شويه من الصوص ده على الوش.
الزيت اهو زي ما قلنا معلقتين، وبعدين اول ما هيسخن معانا هنزل عليه بالبصل والفلفل والثوم، وبعد كده صلصه الطماطم والكزبره وشويه الميه. فانا بقرب كل الحاجات من بعضها، ماشيين مع بعض زي ما قلنا واحده واحده عشان تشوفوا كل التفاصيل. وبعدين هنيجي هنا زي ما انتم شايفين اهو، نجيب حاجه عشان نرفع بيها السمك مع الشوكه دي. بصوا لون السمك، اللي عايز يسوي اكتر من كده مفيش مشكله خالص، يعني عايز تسوي السمك بعد كده مفيش مشكله، ولكن انا يعني مش عايزه ينشف شويه. تمام، ونحطها هناك على مناديل. طبعا انا متعود ان انا احط كل حاجاتي على مناديل علشان خاطر تعمل معايا ايه، تنشف الزيت الزياده. وناخد دي كده اهي، ونشيل بقى ده، ويلا بينا نكمل الصوص بتاعنا. اول ما الزيت يسخن معانا انا مستني كمان شويه يسخن. طلع السمكيه دي خلاص، بعمل كل حاجه قدامكم اهو من غير ما نعمل حاجه من وراكم عشان تشوفوا تفاصيل التفاصيل. تمام اهي، ودي كمان، جميل قوي ان احنا نعمل اسماك النهارده، وخصوصا يعني احنا بنودع كده رمضان بايامه الجميله. مين معانا؟ يا ام زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك على السمك يا شكرا. يا رب يخليكي يا ام زين، تسلمي لي. جميل صراحه. الله يكرمك، ربنا يخليكي يا رب، تمريني. عايزه بالنبي اعرف طريقه عمل الرقاق. ايه يا فندم؟ الرقاق. الرقاق الطري ولا الناشف؟ ولا اي رقاق؟ هو ده زي ده عامة. الناشف. حاضر، من عينيا. حاضر حاضر. يلا نبدأ من آخر سؤال، يعني العكس ده الرقاق. لحمة مفرومة متعصجة، لو عايزينها تبقى شوية زوسي ممكن نحط فيها علبة زبادي، نحط فيها شوية جبنة، نحط فيها شوية بشاميل عشان تبقى طرية شوية. بعدين بجيب كوباية من الشوربة على النار، أخليها تسخن، أحط عليها نص كوباية سمنة، حط عليها كمان شوية لبن لو حابب، كل ده على النار مع بعض، وشوية ملح وفلفل. الرقاق عندي جاهز، والصينية عندي جاهزة مدهونة بالسمنة. فباخد واحدة من الرقاق أغطسها الأول في الشوربة اللي بتغلي دي مع السمنة مع اللبن مع شوية الملح والفلفل، وأحطها فين؟ في الصينية، وأفردها وأضغط عليها. وبعدين أخد التانية وأكرر العملية ثلاث مرات أو أربعة زي ما أنتوا عايزين، وأصب الخليط بتاعنا اللي هو اللحمة المعصجة. وتمام التمام، او مغطيها كمان بثلاث او اربع وحدات من الرقاق برضه بعد ما غطسهم جوه المرق بتاعنا. يلا بينا نعمل الصوص. البصل، انا مش عايز الطعم بتاع الحاجات دي يظهر ان هي مستويه قوي، يعني عايزها كده تبقى الدنتي، يعني بحس بطعمها وانا باكل. الفلفل الحامي، تمام، ونقلب. ده الصوص اللي هيبقى قلنا على وش السمك، نسيبها دقيقة ونيجي هنا نقلب السمكية دي ونرجع تاني. بص لون الحاجات اللي هنحطها دي، والبصل الأخضر أنا قطعته دواير. طب ما ينفعش نحط حاجة مكان؟ تمام يا باشا، نحط حاجة مكان البصل الأخضر، نحط بصل عادي لو ما عندناش بصل أخضر نعمله شرايح. وادي التوم، وبعد كده صلصة الطماطم نقلب كويس قوي، وبعدين هنحط عليها بقى شوية مية زي ما قلنا اهو. وبعدين بعد ما نحط شوية المية دول نسيبها تغلي، نحط الكزبرة الخضراء، يبقى عند الصلصة بتاعتي جاهزة، بس اسيبها تغلي غلوة، ونديها شوية ملح. تمام، هنخرج السمكية دي بقى خلاص اهي، ونروح عشان نعمل مع بعض شويه ليمون بالنعناع والجنزبيل بمنتهى البساطه كده، بس هنطفي النار هنا عشان الزيت بتاعنا ما يتحرقش اكتر من كده. تمام، الصلصه بتاعتي بتغلي اهي، لقيتها سميكه كده، ازود شويه ميه تاني واسيبها تغلي مع بعض كده غلوه. بصوا شكل الصلصه او الصوص بتاعنا، طعمها اكثر من رائع. خلاص هسيبها على النار كده تغلي ببساطه.